تبارك الله العم ابو علي والباص عند جبل الفيل كاشتين اليوم. سلام عليكم، مساء الخير، كيف الحال؟ هنا في اكل وابو علي يطبخ، شو السالفه؟ ابي ناكل. يلا عمي ابو علي، يعطيك العافيه. قاعد تطبخ؟ قاعد تطبخ؟ اللحم. شنو الطبخة؟ طبخة بيضة نسويها. شنو؟ شو اسمها الطبخة؟ شو اسم الطبخة؟ بيضة كبسة. كعارف انها كبسة قبل لا اسألك. والله 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 عارف انها كبسة. لا 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 ابو علي، لا 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 خلاص. اي والله عارف انها كبسة، متى تغيرت الكبسة؟ بس والله كبستك. هلا حبيبي، شلونك؟ طيب كلت؟ يلا الله يعطيك العافيه. حط في الميكروويف. ميكروويف اسمع اسمع يبا، خلي يخلص لي لي انا وبعدين تحطون لي ليكم انت. حط 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 مره حط واحده يا حبيبي. لا لي يبا، اصبر اصبر. حط 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 لي بعد. وبعد كيفكم يبا انت؟ ترى طافي الميكروويف ورب البيت طافي. استنى. ترى ما يشتغل يا حبيبي، شوفه طافي. انت هو يشتغل الغبي. طافي طافي من منو يشغلونه يا حبيبي؟ اول شيء اول شيء شغل السويتش تاعها، شغل السويتش. بعدين فر الجرس ده، شوف اشتغل الحين. انا قبلكم صب. اصبر دقيقه. العظيم يا جماعه، اصحى مع الفجر وعليها احس بتعب، ولكن تعب لعيونكم يهون. والله جالسين نحاول قدر يا جماعة الخير. إرهاق إرهاق بمعنى كلمة إرهاق. يعني اليوم بإذن الله تعالى إذا حطيت راسي على الفراش شكلها نومة أليمة. أمس واليوم نام آخر الليل ونصحى مع الفجر. والله المستطاع أن احنا خليكم تستمتعون معنا في سفرتنا اللي ان شاء الله نقول انها تكون جميلة وتنال على اعجابكم في ربوع بلادنا الجميلة. الصيف رحنا الجنوب والان الشمال وغرب المملكة، وان شاء الله لنا وجهات اخرى في الاشهر القادمة. ما بتفلسف عليكم. السلام عليكم.